لم تعلق أي جهة سياسية عراقية لغاية الآن على القصف الأمريكي الذي طال مواقع عسكرية في الأنبار بما فيها القيادات التابعة للإطار التنسيقي، وتظهر مقاطع الفيديو تعرض عشرات المواقع إلى تدمير شبه كامل بسبب الضربات التي تعد هي الأعنف منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وتسببت تلك الضربات بحسب مصادر أمنية بقطع خط الإمدادات الخاص بالفصائل بين العراق وسوريا.